انتصف ليل القاهرة، هذه نشرة إخبارية جديدة من القاهرة عاصمة الخبر. أهلا ياسر وأهلا بحضراتكم، وهذه أبرز عناوين. القوات المسلحة السودانية تؤكد التزامها بالهدنة والتي وافقت عليها لثلاثة أيام رغم انتهاكات ميليشيا الدعم السريع. حركة نزوح كبيرة من الخرطوم وسكان العاصمة السودانية يبحثون عن مناطق أكثر أمناً. بلينكين يحث الأطراف السودانية على البدء فوراً في مفاوضات وقف إطلاق النار. إلى تفاصيل هذه النشرة، وبدايتنا من متابعة تطورات الأوضاع في السودان. أكثر من 3 سودانيين يعيشون على سماح هذا الوطن. لضمان بناء جيش وطني واحد يحافظ على أمن واستقرار البلاد. أفاد بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة السودانية بأن المتمردين قاموا بالهجوم على سجن الهدى وإطلاق سراح عدد كبير من النزلاء. هذا وقال البيان إن القوات وجدت بمعسكر اللماب ألف الملابس العسكرية الخاصة بالقوات المسلحة، مشيرا إلى أن هناك تخوفات من أن يستغلها المتمردون في القيام بأعمال سلب ونهب واسعة ومحاولة إلصاق الجريمة بالقوات المسلحة. وطالب البيان من المواطنين الانتباه لذلك، مشيرا إلى أن المتمردين يتصرفون بطريقة يائسة وهم لا يتورعون عن فعل أي شيء. نبقى في هذه النافذة المفتوحة من الخرطوم. ينضم إلينا من هناك محمد إبراهيم مراسل القاهرة الإخبارية. محمد، لو تضعنا في مزيد من التفاصيل حول هذا البيان الأخير للقوات المسلحة السودانية. ياسر، دعني أبدأ لك المشهد ميدانيا أولا ومن ثم أعقب على هذا البيان. فيما يبدو أن هناك هدوء منذ أكثر من ساعة في جنوب الخرطوم. حتى هذه اللحظات لم نسمع صوت توي سيارات أو أي مظاهر عدائية من أي اتجاه، وبالتالي الآن الخرطوم هادئة حتى هذه اللحظات. يبدو أن هذا القرار قد وجد استجابة مقارنة مع القرارات السابقة، وإذا ما قارنا آخر هدنة أو أول هدنة كان هناك خرق منذ أول ساعة. أما فيما يتعلق بالبيان الذي صدر من الجيش السوداني وتحدث عن أن هناك عدد كبير من الأزياء وجدت بجوار معسكر اللاماب، وهذه هي ربما تريد الميليشيا أن تستغل هذه الأزياء، وذلك لممارسة أفعالها الوحشية وعمليات نهب في الطرقات، خصوصا وأنهم بدأوا يتسللون في عدد من الأحياء منذ أكثر من يومين، تسرع بأحداث كثيرة ويمارسون هم أعمال عنف في عدد من الأحياء وفي الشوارع الرئيسية. وكما اليوم كانت هناك مواجهات بين الميليشيا في إحدى الشوارع الرئيسية التي تقع في ولاية الجزيرة، وهذه المواجهات كانت وصفت بالصعبة، خصوصا وأن هناك مطاردات، وحيث تسللت أعداد كبيرة من ميليشيا الدعم السريع في عدد من القرى التي تقع في ولايات الجزيرة، والتي عرفت بأنها من أحد الأماكن ومنها هي تقع في وسط السودان، وهي ولاية مهمة ولها أهميتها باعتبارها تحمل مشروع الجزيرة، إضافة إلى أن هناك
مصنع جياد للسيارات ولعدد من المنتجات المحلية. هذه المطاردات هي يعني لم تكن في هذه المنطقة، وإنما بالأمس كانت هناك مطاردات في عدد من مناطق شرق النيل وكذلك في الخرطوم، واليوم كانت هناك يعني مطاردات في حي الصحافة الذي يقع جنوب الخرطوم. حتى يعني قبل أكثر من 3 ساعات كانت هناك كانت مستمرة هذه المطاردات، حيث تسللت أعداد كبيرة إلى هذا الحي وإضافة إلى حي المعمورة. وربما هؤلاء الذين تسللوا كانوا في مواجهات في إحدى المواقع، ربما تكون في القصر بجوار القصر الجمهوري أو القيادة العامة التي أعلن الجيش أنه سيطر على مقر القيادة العامة. لكن سمعنا صباح اليوم كانت هناك مواجهات كانت في محيط القصر الجمهوري. هؤلاء الذين تسللوا ربما يكونوا هم هربوا من عدد من المواجهات واتجهوا للدخول في الأحياء، وذلك لممارسة أعمال النهب النهب والسرقات وعدد من الممارسات التي يرفضها المجتمع السوداني، خصوصا وأن هذه الميليشيا من الميليشيات التي قد تجد هي ليست لديها سند وهي مرفوضة من المجتمع السوداني باعتبارها أنها لا تمثل الجيش السوداني، مقارنة إذا ما قورنا الجيش بهذه الميليشيا. الميليشيا نجد أن هناك سند واسع لدى الجيش باعتباره جيش قديم ولديه تاريخ عريق ولديه أيضا خبرة في العمل الميداني، ولاحظنا هذه الخبرة والتي مارسها أو قاوم بها الجيش وتصدى لهذه الميليشيا في عدد من المواقع. والدليل على ذلك أن هناك تعزيزات وهناك سيطرة في عدد كبير من المواقع، حيث كانت هناك مواقع كبيرة في مدن العاصمة المثلثة، لكن الجيش الآن سيطر عليها وأصبحت هناك مطاردات وأصبحت هذه الميليشيا تتوزع في الأحياء أو تحتمي بها. كما في البيان تحدث عن أن هناك يعني مجموعة من الأفراد الدعم السريع يتسللون ويستخدمون البيوتات والمواطنين دروعا بشرية. يبدو أن الأيام المقبلة أو ستكون هي الأيام الحاسمة، خصوصا مع انطلاق هذه المرحلة التي كانت بدأت منذ الأمس في مدن العاصمة المثلثة وأيضا في الولايات السودانية التي كانت شهدت صولات وجولات بين طرفي الصراع، ميليشيا الدعم السريع والجيش السوداني. طيب محمد، يعني بالإشارة إلى يعني إجاباتك والإشارة إلى فكرة أن هدوءا نسبيا موجودا الآن مقارنة بالساعات الأولى التي كنا معك فيها خلال بداية الهدنة، هل أمر ينسحب فقط على الخرطوم أم أنه في مناطق أخرى كانت مناطق تماس بين قوات الجيش وميليشيا دعم السريع؟ وفي الواقع يعني كانت مواجهات دعم السريع هي في خارج الخرطوم، هي في منطقة الجزيرة أو ولاية الجزيرة التي تقع وسط السودان. حتى قبل المغرب كانت هناك المطاردات لدى هؤلاء ميليشيا الدعم السريع، وكذلك أيضا كانت هناك صولات في الصحافة، حي الصحافة الذي يقع جنوب الخرطوم. لكن بعد المغرب كانت أيضا هناك بعض المناوشات في عدد من أحياء الخرطوم أو مدن العاصمة المثلثة. لكن قبل يعني أكثر الآن مرت يعني أكثر من 3 ساعات، ربما لم يعني كنا لم نسمع صوت توي انفجارات ولم نسمع مظاهر من المواجهات أو أي مظاهر تبين أن هذه الهدنة قد افترقت، خصوصا وأن الجيش أعلن عن هذه الهدنة وأنها ستستمر ل3 أيام أو يومين. وهذه الهدنة يبدو أنها هناك يعني جدية من الجانب الجيش السوداني، وبالفعل يعني ليست لديه أي
خروقات، بل تابعنا ولاحظنا أن هذه الخروقات هي من ميليشيا الدعم السريع. لكن كما يبدو أن هناك جدية بين الطرفين، وربما يوم غد ستكشف لنا ما إذا كان هناك التزام حول هذه الهدنة التي أعلن عنها اليوم. شكرا جزيلا من الخرطوم محمد إبراهيم مراسل القاهرة الإخبارية. أكدت القوات المسلحة السودانية التزامها بالهدنة التي وافقت عليها لثلاثة أيام رغم رصدها العديد من الانتهاكات من ميليشيا الدعم السريع. وقال البيان إن المتمردين هاجموا مقرا لقوات الدفاع الجوي واستخدموا أسلحتهم، كما قامت عناصر الميليشيا باحتلال مراكز الشرطة ومنعها من ممارسة واجباتها اليومية، هذا فضلا عن القصف العشوائي لمبان في محيط القيادة العامة والتمركز داخل المناطق المأهولة والمزدحمة بالسكان المدنيين بوسط وجنوب الخرطوم، إقامة نقاط التفتيش العشوائية بتقاطعات الطرق بمناطق داخل العاصمة. وقال البيان إنه بالرغم من كل هذه المخالفات فإن الجيش السوداني يلتزم بالهدنة حرصا على النواحي الإنسانية وتخفيف المعاناة عن المواطنين بالعاصمة والولايات. كان الجيش السوداني قد أعلن موافقته على هدنة لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من اليوم الجمعة. وأضاف أن موافقته على الهدنة تهدف إلى تمكين المواطنين من الاحتفال بعيد الفطر وانسياب الخدمات الإنسانية، وأعرب عن أمله أن تلتزم ميليشيا الدعم السريع والمتمردون بكل متطلبات الهدنة وأن توقف أي تحركات عسكرية من شأنها أن تعرقلها. هذا وأعلن الجيش السوداني أن عناصر من ميليشيا الدعم السريع المتمردة اقتحمت مخزن أدوية ومستلزمات طبية تابع للهلال الأحمر بالمنطقة الصناعية بحري شارع سيقة. وأوضح الجيش أن المخزن يحتوي على عربات دفع رباعي ومواد غذائية وطبية، وأشار إلى أن الميليشيا سرقت عربة دفع رباعي عليها شعار الهلال الأحمر. من جانبه أفاد مراسل القاهرة الإخبارية بهروب أعداد كبيرة من ميليشيا الدعم السريع إلى ولاية الجزيرة وسط السودان. هذا وأعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة في السودان أن الأوضاع الاستثنائية التي تعيشها البلاد ستنجلي بتكاتف الجيش والشعب. وأوضح بيان للقيادة العامة أنه تم تجاوز مرحلة الصمود إلى مرحلة تطهير بؤر ميليشيا الدعم السريع المتمردة حول الخرطوم. وأكد البيان أن الشعب السوداني في العاصمة والولايات يلتفون حول أبنائهم في القوات المسلحة في معركة الكرامة الوطنية. وأوضح الجيش السوداني أنه يسعى إلى تخليص البلاد من وجود الميليشيا المتمردة بسلوكها الانتهازي. هذا وأفاد مراسل القاهرة الإخبارية بأن الجيش السوداني يواصل نشر تعزيزاته العسكرية في جميع أنحاء العاصمة الخرطوم، وذلك في إطار تنفيذ خطته للقضاء على بقايا بؤر المتمردين من عناصر ميليشيا الدعم السريع. وأشار مراسلنا إلى أن خسائر كبيرة طالت مطار ماروي جراء الاشتباكات الدائرة في البلاد، مؤكدا أنه لا هدنة حقيقية في السودان على أرض الواقع. تأكيدا للمقاطع المصورة التي بثتها قناة القاهرة الإخبارية قبل قليل، أفادت مصادر عسكرية للقاهرة بأن القوات المسلحة السودانية تمكنت من السيطرة على مقر القيادة العامة. كان مراسل القاهرة الإخبارية أفاد بأن اشتباكات عنيفة وقعت أمس بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع في محيط القصر الجمهوري والقيادة العامة بالخرطوم وجبرة جنوبي العاصمة. ويأتي إعلان سيطرة الجيش السوداني على مقر القيادة العامة للقوات المسلحة خطوة استراتيجية في المواجهات مع ميليشيا الدعم السريع. نستعرض مع حضراتكم في العرض التالي أبرز المعلومات عن مقر القيادة. We'll be right back.
تشهد العاصمة السودانية الخرطوم حركة نزوح كبيرة للمدنيين بحثا عن مناطق أكثر أمنا. واستغل الكثيرون أول أيام العيد للفرار من الاشتباكات التي تشهدها المنطقة بين الجيش السوداني وميليشيا دعم السريع. ويتجه النازحون سيرا على أقدامهم إلى ولاية الجزيرة جنوبا أو ولاية نهر النيل في الشمال، حاملين أمتعتهم في رحلة انتواج وصعوبات بسبب توقف حركة النقل والمواصلات. أكد السفير أحمد عبد الواحد أحمد سفير السودان في تونس في تصريحات خاصة للقاهرة الإخبارية أن السودان شهد حوارا وطنيا للعودة إلى المسار الديمقراطي، وأن الحوار توصل إلى اتفاق إطاري لكن كان ينقص فقط التوقيع. وأكد السفير السوداني في تونس أن ميليشيا الدعم السريع كان لها طموح سياسي فقامت بمهاجمة مقر الجيش دون أي مقدمات. تتجه أنظار المنطقة العربية والعالم نحو السودان الذي تستمر فيه الاشتباكات منذ أيام بين قوات الجيش وميليشيات الدعم السريع. للاطلاع أكثر على حقيقة الأوضاع هناك معنا اليوم في هذا اللقاء الخاص سعادة السفير أحمد عبد الواحد أحمد سفير السودان في تونس ليطلعنا على حقيقة ما يدور هناك. مرحبا بك سعادة السفير وشكرا لاستقبالنا اليوم في هذا اللقاء الخاص. مرحبا بكم قناة القاهرة الإخبارية في سفارة السودان بتونس، ونشكر لكم اهتمامكم ومتابعتكم للشأن السوداني، وهذا يدل على حرصكم وعلى حرص المشاهد العربي وعلى قناتكم يعني على وجه التحديد لما يدور في السودان، ونحن على استعداد للإجابة على كل تساؤلاتكم إن شاء الله. شكرا. سعادة السفير، اليوم تستمر الأوضاع والاشتباكات في السودان بين قوات الجيش وميليشيات الدعم السريع، كيف تقيمون الأوضاع هناك؟ ماذا يحدث حاليا؟ قبل تقييم الأوضاع يعني دعيني أن أعطيك خلفية للأحداث كيف بدأت وكيف انطلقت. يعني كما تعلمين كان هناك يعني حوار سوداني في الفترة الفائتة يعني وسط السياسيين للخروج بالسودان إلى بر الأمان فيما يتعلق بالعودة إلى المسار الديمقراطي ورجوع القوات المسلحة والقوات المساعدة الأخرى إلى ثكناتها. وكان هناك اتفاق إطاري تم الاتفاق عليه وتم يعني من كل الأطراف، لم يبق إلا التوقيع، بقيت معضلة واحدة إلا هي يعني توقيع او ضم او دم قوات الدعم السريع او ميليشيات الدعم السريع الى القوات المسلحه. هي كما تعلم هي قوات في السابق انشئت بقانون وكانت تساعد يعني القوات المسلحه وكان دورها دور مساعد فقط، وفعلا هي في الماضي لعبت دورا مهما جدا. ولكن عندما جاءت الاطراف كلها لتوقيع هذا الاتفاق حصل خلاف. القوات المسلحة باعتبارها هي الجيش القومي وباعتبارها هي المكون الوطني الوحيد الذي يجمع كل السودانيين، هي مؤسسة عريقة عمرها أكثر من 100 عام، وضعت شروط لدمج هذه الميليشيات. هذه الميليشيات يعني وضعت أيضا شروط تعجيزية، الجيش كان رأيه واضح أن يتم الدمج في خلال سنتين فقط، وبعد ذلك تسرح يعني القوات غير المؤهلة أو أي شخص مؤهل من ضباط أو ضباط الصف أو الجنود يعني يضم إلى القوات المسلحة وبعد ذلك يصبح جيش واحد وطني. لكن ميليشيا الدعم السريع كان لها أجندة أخرى وكان لها طموح سياسي لغائدها شخصيا حميدتي، كان عنده طموح سياسي في بعض السياسيين أبعزوا له أنه قد يكون رئيس للسودان وأنه قد يعني يحل محل الجيش السوداني باعتبار أن هذه الميليشيات تكون هي يعني قوام جيش المستقبل. هذا ما رفضته القوات المسلحة، القوات المسلحة بتاريخها بعطائها بكسبها بوجودها يعني الإقليمي والدولي مساهمتها في كل يعني ما يدور في الساحة الإقليمية والدولية، رفض هذا الشرط باعتباره يعني أن هذا يعني يضر بمصلحة الوطن ويضر بقومية القوات المسلحة. فيوم السبت 15 سبتمبر وبدون أي مقدمات قامت هذه القوات بمداهمة يعني أو بمهاجمة مقار الحكومية في القيادة العامة للقوات المسلحة في القصر الجمهوري في بعض المراكز ذات تجمع القوات المسلحة، حتى كان في بعض الضباط الذين يعني في طريقهم إلى العمل ما كان عندهم أي علم بما يدور
اعتقلوهم اعتبار انهم يعني يتبعون للجيش، وهذا يدل على انه الناس على ان الجيش لم يكن له اي يعني نوايا عدوية ولا كان له استعداد للحرب، وانما كانوا في طريقهم للعمل بطريقه يعني سلسه وبطريقه عاديه وبطريقه روتينيه، ولكن للاسف تم حجزهم وتم القبض عليهم واختطافهم من الطرق العامه هم واسرهم واحتجزوهم الان كرهائن، والان يعني يطلعوا في القنوات العالمية والأخبار يعني يقول إحنا أسرنا وأسرنا، هم لم يأسروا في معركة ولم يأسروا في قتال، وإنما كان اختطاف، عملية اختطاف من الشارع يعني. إذن الآن أصبحت لن نتحدث عن قوة الدعم السريع بل نتحدث عن ميليشيات بعد قرار حلها وأعلانها قوة متمردة. بعد رأيكم حسب رأيكم عفوا بعد هذا القرار كيف يمكن التعامل مع هذه القوات أو هذه الميليشيات ميليشيات الدعم السريع؟ أشكرك على ذكر هذه المعلومة المهمة. السيد الفريق أول عبد الفتاح البرهان أول ما أصدر من قرار أصدر حل هذه الميليشيات ومد يده إلى بقية العناصر، يعني ليس للقيادة وإنما للجنود، فأطلق العفو العام، كل من وضع السلاح وانضم إلى الوطن المسلح فهو يعني خلاص ابن السودان وله يعني كل الحقوق ولا يسأل ولا كذا. أما القيادة فقد حلت وستكون يعني كل مراكزها وكل مقرها وكل أسلحتها كل شركاتها تبع الوطن المسلح، وستقدم هذه القيادات إلى المحاكمة بعد انجلاء هذه المعركة. وأنا أطمنك الآن الوضع في السودان يسير إلى انجلاء تماما، يعني القوات المسلحة الآن تسيطر على الوضع تماما، يعني فاستطاعت أن تطرد هؤلاء المتمردين من أوكارهم في الأقاليم وفي الخرطوم. هم يعني كان عندهم كميات كبيرة من الأسلحة وعندهم مغار كثيرة متمركزين فيها في الخرطوم وفي الولايات، ولكن القوات المسلحة بما لها من دربة وبما لها من تاريخ وبما لها من يعني استعداد استطاعت أن تهزم هؤلاء المرتزقة، والآن أصبحوا يعني مشردين ويحتوون بالمواطنين في الأحياء، أصبحوا يتخذون كدروع بشرية، لأن القوات المسلحة استطاعت أن تهجمهم واستطاعت أن تهزمهم باعتبار أنه هم كانوا يعني عندهم اتصال مع قائدهم وكان عندهم مراكز إمداد وكان عندهم خطوط اتصال، ولكن استطاعت القوات المسلحة أن تقطع خطوط هذه الإمدادات وأن تقطع خطوط الاتصالات وأن تعزلهم عن قيادهم، لذلك أصبحوا شرازم متقطعة في الأحياء، وما هي إلا مسألة وقت حتى تنفذ يعني ذخيرتهم وينفذ وقوتهم، والآن أصبحوا يسلموا بأعداد كبيرة جدا بصراحة، يسلموا بأعداد كبيرة غير هؤلاء الذين يعني ماتوا في المعارك باعتبار أنهم ميليشية، يعني ما يقول الإنجليز هيت أن ران يضربوا يعني ويخرجوا ليس يعني أو يهربوا وليس متجمعين في مكان واحد، لذلك الآن القوات المسلحة أقول لك تسيطر سيطرة كاملة على الوضع في السودان. بخبرتك في المجال الدبلوماسي وبمعرفتك لحقيقة الأوضاع في السودان، ما هي التكلفة لهذا الصراع؟ التكلفة على جميع الأصعدة سواء إنسانيا بشريا اقتصاديا أو حتى على مستوى البنية التحتية، كيف ستكون التكلفة تكلفة هذا الاقتتال؟ أسمح لي أن أقول لك يعني هي تكلفة باهظة، تكلفة هي يعني يدفع ثمنها الإنسان السوداني، لأن الميت من الطرفين سواء كان من الجيش القومي القوات المسلحة أو من ميليشيا الدعم السريع في الآخر سودانيون، وحتى هؤلاء الميليشيا مقرر بهم بصراحة، يعني معظمهم ناس أبرياء وعدوهم بأنه يعني نوديكم اليمن يعني للقتال في اليمن ونعطيكم يعني أموال طائلة وكذا وكذا، فأغروهم الشباب طبعا طموح دائما أبدا، وكما تشوف هنا في تونس كل يوم يعني الشباب الأفارقة يحرقوا إلى أوروبا طمعا في وضع أحسن، كذلك الشباب السوداني هناك الآن الدعم السريع وعدهم بأن يعني يحسن وضعهم المعيشي وكذا، ولذلك يعني جاءوا للتجديد بأعداد كبيرة، فأي إنسان يقتل من الطرفين هو خسارة للسودان، وإحنا من الآن يعني نناشد الميليشيات هذه أن تضع السودان في نصب عينها وأن ترجع إلى عقلها وأن تناشد يعني ضميرها حتى تضع الحرب أوزارها حتى يعود السودان إلى استقلال، لأنه أي منشأة تدمر وأي يعني آلية يعني أيضا تخرج من الخدمة أو أي إنسان يموت أو أي خدمة طبية تتعطل هي في الآخر على حساب المواطن السوداني، الموارد البشرية والموارد الطبيعية نحن يعني ندخرها لمصلحة السودان في المستقبل، لأنه أي يعني خراب وأي دمار وأي غصف وأي شيء يحصل في هذه الأثناء وفي هذه الحرب هو خصما على التنمية وخصما على تقدم السودان، وسنحتاج سنين وسنين إلى تعويضه يعني، فنحن من هنا المنطلقة نناشد كل أصحاب الضمائر الحية أن يدينوا هذا المسلك وينضغطوا على هذه الميليشيات لمن لهم يعني يد عليها أو تواصل معها أن تضع حرب تضع يعني حد لهذه الحرب المدمرة يعني.
سعادة السفير، من المسؤول الآن في ظل استمرار هذا الاقتتال؟ من المسؤول عن سلامة وأمن السودانيين المدنيين وأيضا البعثات الدبلوماسية والمتطوعون والناشطون في المنظمات الدولية الموجودون حاليا في السودان؟ حكومة السودان والآن يعني هي ملتزمة وأصدرت بيانات، يعني خاصة وزارة الخارجية بيانات يعني متكررة يعني أعربت عن التزامها الكامل بحماية البعثات الدبلوماسية وحماية المؤسسات القومية وحماية كل المواطنين السودانيين والمقيمين بالسودان. الآن الحكومة متكفلة تماما، والآن نشرت يعني الحمد لله بعد تطهير بعض الجيوب التي كانت تمركز فيها المتمردون، الآن وضعت ارتكازات لحماية المنشآت ولحماية المواطنين، وحتى يعني أصدرت نداءات لكل من يعني في حاجة إلى العون، في حاجة إلى يعني إنقاذ طبي أو بحاجة إلى إسعاف. الحكومة وفرت هذه المعينات في بعض الأحياء وبعض الهواتف يعني الخط الساخن للاتصال بها عشان يغزو. وما الدليل على ذلك؟ إلا كان في بعض المحتجزين في طلاب مدارس مدرسة اسمها كمبوني في قلب الخرطوم احتجزوا لمدة 72 ساعة. في الآخر الجيش يعني في وسط النيران ووسط هذه الظروف غير مواتية استطاع الوصول إليهم وإيقاظهم. كذلك جامعة الخرطوم كان فيها عدد كبير جدا من الطلاب والأساتذة والعاملين محتجزين برضو في المعامل وفي قاعة الدرس، الجيش وصل إليهم وإيقاظهم. هذا يدل على أن الدولة تقوم بواجبها في حماية مواطنيها وفي حماية ضيوفها. يعني هناك مبادرة مصرية لحل الأزمة في السودان، كيف ترون هذه المبادرة ودورها في حل الأزمة والتوصل ل فلنقل اتفاق بين الأطراف المتنازعة؟ طبعا يعني مصر دائما وأبدا يعني هي مهتمة بالشأن السوداني بحكم العلاقة التاريخية وبحكم التواصل بين الشعبين وكذا، وهي حريصة على أن يعني الاستقرار في السودان يكون يعني استقرار ثابت واستقرار دائم. فبالتالي هي تبادر لما رأت الأحزاب يعني تكالبت على السلطة ورأت الخلافات بينها، دعت إلى مبادرة، مبادرة تطبع كل الأطراف بدون الاستثناء. وفعلا جاءوا الناس هناك أظن في شرم الشيخ واجتمعوا واستمعوا إلى رأي الإخوة المصريين وقبلوها يعني. لكن للأسف أقول لك أن المدعو حميدتي في بعض الناس وبعض السياسيين الذين يعني يحيطون به أو عزلوه بأنه يا أخي أنت رجل يعني عندك الإمكانات وعندك المؤهلات في أنك أنت تقود هذا السودان بما لديك من شركات، بما لديك من قوات، بما لديك من أموال، ونحن كحاضنة سياسية لك في المستقبل نمكنك من هذا. وللأسف جاء هنا إلى السودان وخربوا هذا الاتفاق ويعني وما استجابوا للمبادرة المصرية، مع أنه معظم الشعب السوداني كان يعني إذا لم يكن مؤيدا لم يكن يعني يرفضها. كانت مبادرة هي تقريبا في ذلك الوقت تمثل بسيط أمل للخروج من هذا، لكن هذه يعني القلة السياسية حول حميدتي للأسف يعني أوعز له أنه يعني لا تتعامل مع هذه المبادرة، ودعنا نمشي إلى هذا في هذا الطريق الآخر أنك أنت يعني تكون حاكم السودان وجيشك يكون جيش الوطن باعتبار أو نواة جيش السودان في المستقبل، وأما الجيش الحالي هو جيش البشير، هو جيش الإسلاميين، هو جيش ما سميه يعني. فلذلك يعني للأسف فقدوا البوصلة تماما وجنوا على البلاد يعني. ولكن نحن إلى الآن يعني السودان يعتبر أنه وضع المبادرات في الوقت الحالي يعني ليس وقتها، لأن أي تدخل في الوقت الحالي مبادرة من الاتحاد الأفريقي من العالم الخارجي لا نريد مبادرة في الوقت الحالي. نحن الآن نريد كسودانيين أن نجلس مع بعض ونحل هذه المشكلة إن شاء الله. نعم. سعادة السفير، هل يعول السودان على أي دعم عربي آخر أو أي دعم دولي لحل هذه الأزمة؟ نحن لا نعول على، لأن السودان كفيل بحل هذه المشكلة والجيش السوداني قادر جدا على وضع حد لهذه المأساة، وكان بالإمكان من أول يوم يضع لها حد، ولكن على حساب المواطنين. فهو قال لا، هذه مواطنين لا يمكن أبدا أن يعني يعني في سبيل القضاء على هذه الميليشيا نقضي على أي عدد أو إن شاء الله شخص واحد من المواطنين الأبرياء. لذلك هو يتعامل بحكمة ويتعامل بمهنية عالية جدا في تعقب هؤلاء المجرمين، ومسألة وقت يقضي عليهم. ولكن يعني لا نحتاج للدعم أبدا، يعني نحتاج للدعم المعني والدعم الإعلامي يوضحوا قضية السودان العادلة، في أن السودان مستهدف من بعض الناس يعني طلاب الحكم الذين كانوا يحيطون بحميدتي باعتبار أنهم يعني سيصوي إلى المناصب وسيحكمون السودان إلى فترة غير يعني متناهية، فترة انتقالية، هم يريدون فترة انتقالية 10 سنوات، ودي واحدة من خلاف السلطة أو خلاف الجيش أو خلاف الحكومة مع حميدتي. الشروط التي وضعتها الحكومة أو وضع الجيش لدمج القوات الدعم السريع في الماضي في الجيش وضعوا لهم سنتين في خلالها يتم هيكلة
هذه القوات وضم المؤهلين منها، والما مؤهلين يسرحوهم ويعني يرجعوا إلى أهلهم أو يشوفوا وظيفة أخرى. ولكن يعني القوات الميليشيات هذه رفضت رفض بات باعتبار أن عندها مكاسب وعندها شركات وعندها استثمارات لا تريد أن تضيعها. وكذلك كما أشرت يعني أنه رأس هذا حميتي كان يريد الحكم، كان يريد أن يكون يعني رأس السودان بما أوعز له السياسيون الآخرون لأنك أنت رجل يعني مؤهل ورجل عندك المقومات كذا وكذا. فالآن الحكومة يعني هي قادرة وكفيلة بأنها تحل هذا الموضوع، ولكن ليس عسكريا يعني تحلها إن شاء الله بالقضاء على هؤلاء المتمردين. لو كانت تريد أن يعني تقضى عليه عسكريا كان من أولهم، ولكن تكون خسائر بشرية كبيرة على حساب المواطن يعني. نعم. سعادة السفير، كيف ترون آفاق هذا الاقتتال، أو كيف ترون الحلول، فلنقول الحلول المطروحة لحل هذه الأزمة؟ والله الحلول المطروحة هنا أول حاجة نخاطب العقل في قيادة هذه الميليشيات أن يضعوا السودان وأهل السودان نصب أعينهم ومصلحتهم، لأنهم أصلا لن يصلوا إلى هدفهم أبدا بالسلاح وبالحرب، لن يصلوا إلى هدفهم، لأن الشعب السوداني كله الشعب السوداني قاطبة هو وراء قواته المسلحة، ولذلك لن تهزم القوات المسلحة، لأن هذه القوات عمر أكثر من 100 سنة وكانت تخوض حروب يعني في محيطها في الجنوب وفي دارفور في جنوب النيل الأزرق في جنوب كردفان ما هزمت أبدا، ولذلك لن تهزم هذه الميليشيا أبدا. ولذلك نحن نرى أن المستقبل للسودان، ولكن يعني أن نريد أن نخرج إلى هذا البر بأقل الخسائر إن شاء الله. القوات المسلحة منتصرة وستعود إن شاء الله يعني الأوضاع إلى السودان، الاستقرار يعود إلى السودان. وحتى السيد البرهان وعد اللي هو رئيس مجلس السيادة والقائد العالي للقوات المسلحة وعد بأنه بعد ما تضع الحرب أوزارة برضو الناس ترضع مرة أخرى للمفاوضات، وسيكون المسار الديمقراطي هو المسار الذي يعني سيسود. والقوات المسلحة قطعا بعد يعني استكمال مطلوبات المرحلة الانتقالية تعود إلى سكناتها. مطلوبات المرحلة الانتقالية هي يعني تكوين مجلس انتقالي، برلمان انتقالي، وتكوين المحكمة الدستورية والانتخابات، بعد ذلك إجراء انتخابات في مدى زمن معين، بعد ذلك القوات ليست طالبة يعني أو راغبة في الحكم ترجع إلى سكناتها يعني. هذا هو السيناريو المتوقع للسودان يعني إن شاء الله. أنا انتهت أسئلتي، هل لديكم ما تضيفون سعادة السفير؟ والله أنا أضيف يعني أول مرة ثانية أن أكرر شكري لقناتكم وعبركم لكل المشاهد العربي، وأطلب منكم ومن المشاهد العربي ومن كل من يسمعنا أو من يرانا أن يدين هذا السلوك البربي لهذا السلوك الهمجي الذي يعني استهدف مقدرة السودان، استهدف شعب السودان، واستهدف قوات السودان المسلحة القومية، القوات التي تمثل كل السودانيين. سعادة سفير السودان في تونس أحمد عبد الواحد أحمد، شكرا على رحابة صدرك وشكرا للقائنا اليوم. نتمنى كل الخير للسودان، ونتمنى أن تهدأ الأوضاع وأن يتوصل الأطراف في السودان إلى حل لهذا النزاع. نشكركم مشاهدينا الكرام على متابعة هذا اللقاء الخاص مع سعادة سفير السودان في تونس أحمد عبد الواحد أحمد. نشكركم على حسن المتابعة مجددا، وإلى اللقاء في لقاءات خاصة أخرى. من تونس هنا القاهرة عاصمة الخبر. يعد قطاع الكهرباء في السودان من أكثر القطاعات تضررا نتيجة الاشتباكات، ويعاني المواطن السوداني نقصا كبيرا في الخدمة المقدمة إليه رغم عودتها تدريجيا في بعض المناطق والولايات. لم تكن هذه الاشتباكات وحدها هي السبب في نقص خدمات الكهرباء، حيث تتعرض البلاد لانقطاع الكهرباء فترات طويلة خلال العقدين الماضيين. لم يكن قطاع الطاقة في السودان في انتظار الاشتباكات الحالية ليزيد معاناة المواطنين، فعلى مدار 20 عاما الماضية كانت العاصمة الخرطوم والولايات الأخرى تشهد انقطاعا في الكهرباء
وصل في بعض الأحيان إلى أكثر من 10 ساعات يوميا. ونتيجة عدم الاستقرار السياسي الذي يعيشه السودان منذ سنوات، يصل العجز في قطاع الكهرباء إلى نحو 50% من احتياجاته الأساسية، ويزداد العجز لأكثر من ذلك مع نقص خدمات الصيانة المقدمة للمحطات وارتفاع درجات الحرارة فترات طويلة خلال العام، ما يؤدي إلى انصهار الكابلات المغذية وزيادة فترات الأعطال. ومنذ عامين اتخذ السودان قرارا برفع الدعم عن المحروقات لتوفير مليار دولار سنويا، فازداد ارتفاع أسعار الوقود المستخدم في المحطات، وامتد تأثيره على المواطن الذي يعتمد على الوقود بشكل مباشر في تشغيل المولدات الكهربائية داخل المنازل. ويعتمد المواطن السوداني في الحصول على الكهرباء حاليا من خلال شحن كروت العدادات الذكية، بينما جاء العجز الحالي لغلق منافذ الدفع المباشر التابعة لشركة الكهرباء وتعطل التطبيق الإلكتروني المخصص لشحن العدادات مع بدء الاشتباكات. ويمتلك السودان 14 محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة، و7 محطات كهرومائية تعتمد على السدود. وبدأ حديثاً الدخول إلى عصر الكهرباء النظيفة ببناء محطة للطاقة الشمسية، علاوة على مشروعات الربط الكهربائي مع مصر، ليبقى المواطن السوداني رهناً بإنهاء الاشتباكات والوصول إلى حالة استقرار سياسي تمكنه من إنقاذ قطاع الكهرباء ووضع أقدامه على الطريق الصحيح. فر الألاف من سكان العاصمة الخرطوم بعد فشل الهدنة، حيث توجه المئات من المدنيين إلى محطات الحافلات في المدينة هربا من القصف وطلقات الرصاص. هذا ويكثف المجتمع الدولي جهوده بشأن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار حتى يتسنى للمواطنين الحصول على الغذاء والدواء واللحاق بأي من مظاهر الاحتفال بالعيد. أصوات إطلاق النار مستمرة تؤرق سكان العديد من المدن السودانية، وأعمدة الدخان لا تزال تصل إلى عنان السماء مع تصاعد الانفجارات في قلب المناطق السكنية. والشوارع خلت من كل مظاهر الحياة مع عدم ظهور أي أفق لهدوء الأوضاع أو على الأقل تراجع حدتها. الآلاف من سكان العاصمة الخرطوم قرروا الفرار مع فشل وقف إطلاق النار، وشوهد المئات من المدنيين وهم يحملون أمتعتهم إلى محطات الحافلات في المدينة، أما الباقون في منازلهم فيعانون انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي ونقصاً في المياه، فيما تعطلت بشدة إمدادات السلع الأساسية مثل الغذاء والدواء جراء الاضطرابات التي تشهدها البلاد منذ أسبوع. ومع حلول عيد الفطر المبارك تكثفت الدعوات المحلية والإقليمية والدولية إلى وقف إطلاق النار حتى يتسنى للمواطنين فرصة التقاط الأنفاس واللحاق بأي من مظاهر الاحتفال بالعيد، بيد أن غياب التوافق بين طرفي الصراع بشأن الهدنة يخيب آمال السكان، فغابت مظاهر الاحتفال عن كل السودان الذي خلت شوارعه إلا من دوي الانفجارات وأصوات الاشتباكات. أعلنت وزارة الصحة السودانية أن 25 مستشفى فقط خارج الخدمة من أصل 133 مستشفى في الخرطوم. وفي تصريحات خاصة للقاهرة الإخبارية أوضح الدكتور محمد إبراهيم المتحدث باسم الوزارة أنه تم إخلاء كل المستشفيات المهددة. يعني المستشفيات العاملة 80% من المستشفيات العاملة، الذي خرج على خدمة 20% من اللي هي بالضبط هي 20 مستشفى التي خرجت، والعامل الآن 108 مستشفى. نعم. بالنسبة لمخزون المخزون الدم، فكر مخزون مطمئن جدا، لدينا 5000 زجاجة دم في 5 بنوك دم موزعة على المحليات الـ7. الإمداد الصيدلاني من الأدوية المغذى للحياة ومستهلكات الصيدلانية مطمئن جدا، وذلك يبقى الترددات الضعيفة للمستشفيات.
أفادت منظمة الصحة العالمية بارتفاع عدد ضحايا الاشتباكات في السودان إلى 413 شخصا. وأشارت المتحدثة باسم الصحة العالمية مارغريت هاريس إلى إصابة 3551 شخصا إثر الاشتباكات المستمرة منذ 7 أيام على التوالي. وأوضحت أن المنظمة سجلت حتى الآن 11 هجوما على منشآت صحية في السودان ودعت إلى وقفها. في نفس السياق، قال المتحدث باسم يونيسف جيمس إلدر إن 9 أطفال على الأقل وقعوا ضحية الاشتباكات في السودان وأصيب ما لا يقل عن 50 آخرين. وخلال مؤتمر صحفي للأمم المتحدة في جنيف أثار إلدر مخاوف بشأن حالة الأطفال الذين يعانون سوء التغذية، قائلا إن الدعم الضروري لإنقاذ حياة نحو 50 ألف طفل معرض للخطر بسبب هذا القتال. في غمار القتال والحروب يصبح الأطفال هم الحلقة الأضعف، فيقعون في مرمى النيران وتحاوطهم المخاطر من كل حدب وصوب لتسلب أو تشوه أجمل لحظات طفولتهم البريئة. 7 أيام من الاشتباكات في السودان وثلاث محاولات وقف إطلاق نار فاشلة أدت إلى خسائر كبيرة بين صفوف الأطفال قد تزداد فداحتها إذا لم يتوقف العنف. منظمة الطفولة التابعة للأمم المتحدة يونيسف أعلنت وقوع 9 ضحايا على الأقل من الأطفال وإصابة أكثر من 50 آخرين في السودان مع استمرار القتال بين الجيش وميليشيا الدعم السريع لليوم 7 على التوالي. لدينا الآن تقارير عن مقتل 9 أطفال على الأقل وإصابة 50 آخرين، وستستمر هذه الأعداد في الارتفاع إذا استمر القتال. من المهم حقا أن نذكر أن هذا القتال كما يراه الكثير منكم قد تسبب في وقوع أعداد كبيرة من الأشخاص تحت الحصار، فهم لم يحصلوا على الكهرباء وهم مرعوبون من نفاذ الطعام والمياه والأدوية. أحد مخاوفنا الجسيمة هو بالطبع بشأن المستشفيات التي تعرضت للقصف. يونيسف أفادت أيضا بتلقيها تقارير عن احتواء أطفال بالمدارس ومراكز الرعاية في أثناء احتدام القتال حولهم واضطرار مستشفيات الأطفال للإخلاء بسبب اقتراب القصف، مشيرة إلى تعرض المستشفيات والمراكز الصحية وغيرها من البنى التحتية الحيوية للضرر أو الدمار، مما يحد من الوصول إلى الرعاية الطبية الأساسية والمنقذة للحياة. المنظمة الأممية أشارت إلى تعطل الرعاية الصحية المركزة التي تخدم نحو 50 ألف طفل ممن يعانون سوء التغذية الحادة ويحتاجون إلى رعاية مستمرة على مدار الساعة، فضلا عن إمكانية تعرض سلسلة التبريد في السودان للخطر، بما في ذلك ما قيمته أكثر من 40 مليون دولار من اللقاحات والأنسولين بسبب انقطاع التيار الكهربائي وعدم القدرة على إعادة تزويد المولدات بالوقود. حتى قبل تصاعد الأحداث الأخيرة كانت الاحتياجات الإنسانية في السودان أعلى من أي وقت مضى. استعد المساعدة الإنسانية أمرا بالغ الأهمية، لكن المنظمات الأممية كيونيسف وشركائها أكدت صعوبة تقديم هذا الدعم إذا لم يتم ضمان سلامة وأمن موظفيها.
تحذر السلطات السودانية المواطنين في المدن والأحياء السكنية عدم الاقتراب من الذخائر غير المنفجرة والأجسام الغريبة. فوجود مثل هذه المخلفات يمثل تهديدا إضافيا للمدنيين الذين يواجهون صعوبات عديدة بسبب الاشتباكات. مخاطر عديدة يواجهها السودانيون على وقع الاشتباكات بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع، لكن لا يبدو أن سقوط ضحايا ومصابين وتدهور الأوضاع الإنسانية ستكون التبعات الوحيدة للتصعيد الحاصل بالنظر لما تخلفه الحرب من مخلفات تأتي على رأسها الذخائر غير المتفجرة. نقابة الأطباء في السودان طالبت جميع المواطنين في المدن والأحياء السكنية بعدم الاقتراب من الذخائر غير المنفجرة والأجسام الغريبة، إذ إنها قابلة للانفجار في أي لحظة، في الوقت الذي نشرت صور لانتشارها منذ اندلاع القتال هذا الأسبوع. وناشدت النقابة بالإبلاغ عن تلك الذخائر والأجسام الغريبة للجهات المختصة بعد استقرار الأوضاع الأمنية على الأرض. وقالت منظمات دولية عاملة في المجال الصحي بالسودان إن الكثير من الذخائر والقذائف قد تسقط على الأرض ولا تنفجر في حينها وتستمر لأشهر أو سنوات عديدة، وبمجرد تحريكها تحدث موجة انفجارية كبيرة تزهق أرواح الأبرياء. وأشارت إلى ضرورة البدء سريعا في إزالتها بالتعاون مع الأمم المتحدة حتى لا يفقد مزيد من الأرواح بين السودانيين. وحددت بعثة الأمم المتحدة في السودان مخاطر مخلفات الحروب في عدد من النقاط تشمل الأرواح والحد من حرية الحركة والحد من الوصول إلى الأراضي الصالحة للزراعة وحرمان المجتمعات من حقوقها فضلا عن الخوف وانعدام الأمن. وقد خلفت العديد من النزاعات المسلحة التي حدثت في السودان منذ عام 1955 إرثا من المخاطر المتفجرة، بما في ذلك الألغام الأرضية والذخائر العنقودية والمتفجرات الأخرى من مخلفات الحرب. رحب الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط بإعلان وقف إطلاق النار خلال أيام عيد الفطر المبارك في السودان. وفي هذا السياق قالت الجامعة العربية إن اتفاق وقف إطلاق النار سيتيح الفرصة لاستعادة الهدوء ويسمح للمدنيين بالحصول على الاحتياجات الأساسية وفتح الممرات الإنسانية للتعامل مع الحالات الإنسانية الحرجة وتمكين المستشفيات من العمل. وأكدت الجامعة على ضرورة البناء على وقف إطلاق النار حقنا لدماء أبناء الشعب السوداني. رحبت الآلية الثلاثية بإعلان الجيش السوداني وقف لإطلاق النار خلال أيام عيد الفطر المبارك. وأوضحت الآلية الثلاثية التي تضم كلا من البعثة الأممية والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية إيجاد أوضحت أن اتفاق وقف النار بالسودان سيسمح للمدنيين بالحصول على المساعدات الضرورية، كما أكدت أهمية التوصل لوقف دائم للاشتباكات من أجل مستقبل جميع السودانيين. حث وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن حث الأطراف السودانية على البدء فورا في مفاوضات وقف لإطلاق النار، كما أعلن ترحيب بلاده بالهدنة التي أعلنها الجيش السوداني. أشدد بلينكن على ضرورة أن تتطرق المفاوضات لحماية المدنيين وإيصال المساعدات، مؤكدا أن الأولوية الآن هي إنهاء معاناة المدنيين في السودان.
هذا ودعت واشنطن إلى التحرك الفوري لدعم الجهود الإقليمية من أجل وقف إطلاق النار في السودان. وقالت المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة ليندا غرينفيلد إنه على مجلس الأمن التحرك فورا لتسهيل وقف إطلاق النار. وحذرت المندوبة من أن الوضع في السودان يتدهور بشكل مستمر وأنه لا وقت لإضاعته في التعامل مع الأزمة. تتواصل بعثة وزارة الخارجية المصرية في وادي حلفة باستمرار مع السلطات السودانية لتسهيل عودة المواطنين المصريين عبر المعابر البرية السودانية دون عوائق. وتواصل وزارة الخارجية المصرية من خلال بعثاتها في الخرطوم وبورسودان ووادي حلفة بذل كافة الجهود وإجراء الاتصالات اللازمة لمتابعة أوضاع أبناء الجالية المصرية في السودان خلال الأزمة والتعاطي السريع والفعال معها تبعا للمستجدات. نهاية نشرة منتصف الليل من عاصمة الخبر، وهذا تذكير بأهم ما جاء فيها من أنباء. القوات المسلحة السودانية تؤكد التزامها بالهدنة والتي وافقت عليها لثلاثة أيام رغم انتهاكات ميليشيا الدعم السريع. حركة نزوح كبيرة من الخرطوم وسكان العاصمة السودانية يبحثون عن مناطق أكثر أمناً. بلينكين يحث الأطراف السودانية على البدء فورا في مفاوضات وقف إطلاق النار. هذه نهاية النشرة. لمزيد من المتابعة يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني القاهرة نيوز.نت، كما يمكنكم متابعتنا على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة فيسبوك تويتر انستغرام يوتيوب. يمكنكم أيضا متابعة القاهرة الإخبارية على تردد 11747 رأسي. كما يمكنكم مشاهدينا تحميل تطبيق القاهرة الإخبارية من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة أمام حضراتكم. دوما نشكر لكم حسن المتابعة. في أمان الله، هنا القاهرة عاصمة الخبر.